حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى. أهلا ومرحبا بك أستاذة دلال في نشرة أخبار الثامنة. لا شك أنك متابعة لاضطراد حركة مشاركة المرأة في الحياة السياسية في مملكة البحرين ومشاركتها في الدورات الانتخابية الماضية. في هذه الدورة هناك أكثر من 70 امرأة متقدمة للانتخابات النيابية والبلدية، ونحن بانتظار يوم الاقتراع وأيضا إقبال المرأة المتوقع على التصويت. ما دلالات هذه الزيادة في مشاركة المرأة في العمل السياسي في مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية يعني من الجدير بالذكر حقيقة أن أعداد المترشحين للانتخابات هي أعلى نسبة سجلتها مملكة البحرين منذ 2002. نعم. بشكل عام وبشكل خاص أيضا ارتفاع الأعداد بالنسبة للنساء المترشحات، وهذا التصاعد حقيقة من منطلق الحرص على مباشرة وممارسة حقوقها الدستورية وخاصة السياسية، مشاركتها بالشأن العام وترسيخ مبدأ الإرادة والسيادة الشعبية ضمن مسيرة الديمقراطية، خاصة وأن جلالة الملك المعظم وكذلك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظهم دوما يثمنون ويؤكدون على دور المرأة في صنع القرار السياسي والمشاركة بالحياة العامة وإتهاماتها بإطلاقها. وهذا التنامي يعني جاء بناء على توافر التشريعات والآليات المساندة والداعمة للمرأة اللي حفزتها على ممارسة حقوقها طبعا الدستورية، مكنها طبعا مسألة التدريب والتأهيل الذي تم من خلال المجلس الأعلى للمرأة ومعهد التنمية السياسية، وكذلك الدعم مؤسسات المجتمع المدني المعني. إقبال المرأة في المرشحة في المجلس النيابي والبلدي أيضا أسهم في ارتفاع نسبة الدعم والثقة من المجتمع البحريني في عمل المرأة في المجال سواء التشريعي والسياسي. هذه الأمور من منطلق أداء تلك المسؤوليات والنهوض في مسألة التنمية هي التي فعلا رأينا أن ارتفاع وتيرة العدد الكمي بالنسبة للمرشحات. الفئات العمرية أيضا التي ضمت تلك المرشحات من فئات عمرية، التخصصات الأكاديمية المتنوعة والمتقدمة، كلها في حقيقتها جاءت كآليات فعلا ساندت المرأة في مباشرة هذا الحق ودخولها في هذا العمل. نعم. التشريعي. أستاذة دلال، هذا يقودني للسؤال عن البرامج والآليات الوطنية سواء في المجلس الأعلى للمرأة وفي غيره من المؤسسات واستهدافها للمرأة في هذه البرامج وهذه الآليات. إلى أي مدى باعتقادك أن هذه البرامج والآليات أيضا أثرت على الوعي الاجتماعي في مملكة البحرين بحيث أصبحت المرأة تتقدم الآن دون الحاجة لبرامج تدعم تقدم المرأة؟ بلا شك أن تلك البرامج التي تم إعدادها وتقديمها من عدد من المختصين من الخبراء أسهم إسهام فاعل في التأثير وصقل الشخصيات بالنسبة للنساء وأيضا تحفيزها أنها تقدم على عملية الترشح، خاصة وأن مثل هذه البرامج كانت موجهة سواء للي كانوا ينتوون الترشيح أو لجمهور الناخبين أو اللي يقومون بإدارة الحملات الانتخابية لتلك المرشحات. فكانت فعلا مبتنى على عمل مؤسسي أداره عدد من أفراد الخبرة الوطنية اللي يعلمون فعلا بإجراءات وتفاصيل العملية الانتخابية، ولذلك يمكن لو شهدت الفصول التشريعية السابقة بتشكيلة المجالس النيابية تلاقي أن أكثر النساء الذين فزنا يعني في المقعد الانتخابي كانوا من الناس اللي التحقوا فعلا في مثل هذه الدورات التدريبية والتأهيلية، وهو عمل فعلا كان بدأ وقاده المجلس الأعلى للمرأة ومن ثم أيضا معهد التنمية السياسية أبلى يعني جهد كبير واضح في هذا الجانب، وكانت فعلا تمنح بالمجان كدورات تدريبية تخصصية أتت ثمارها بإعطائهم كافة المهارات المطلوبة والعلم في كافة التشريعات التي نافذة في مملكة البحرين. شكرا جزيلا لك سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى.